الحقيقه جمباز كان من الحاجات القليله جدا اللي اتاخر المجلس، لانه اثناء الفتره اللي فاتت احنا كنا واعدين اعضاء النادي اولادهم بيلعبوا جمباز بتطوير الصاله، اخذت وقت كتير اطول من اللازم، انما الحمد لله قدرنا نخلصه وقدرنا نوصل للي احنا شايفينه ده. اعتقد ان حاجه مشرفه، حاجه تليق بالنادي الاهلي وحاجه تليق بلاعيبه جمباز النادي الاهلي. كل خطوه بنعملها وكل انجاز بنعمله بيمثل بصمه للمجلس وبصمه للنادي وبصمه للمشاركه في تخريج ابطال جمباز لمصر كلها، لان النادي الاهلي هو القاعده الرئيسيه لجميع الالعاب في مصر. ان شاء الله احنا بنشتغل، النادي الاهلي لازم يلعب على البطوله اساسا حتى لو كان في معوقات، وحتى لو كنا داخلين بفرقه كنا بنعتقد ان هي هتبقى تجربه لينا، بنشوف فيها لعيبه جديده، بنشوف فيها المدير الفني بيجي له الفرصه يشوف اللعيبه اللي ما لعبتش في الدوري، الصفقات الجديده بتاعتنا، والحمد لله اعتقد ان هي نجحت بنسبه 100% وباذن الله يتوج هذا الكلام بالبطوله. طبعا النهارده يوم عيد بالنسبه لاسره الجمباز، افتتاح صاله الجمباز بعد تطويرها تطوير شامل كامل، كل شيء في الصاله تقريبا اتعمل من اول وجديد. احنا كنا بنعاني طبعا من نقص في يعني امكانيات الصاله وظروفها، لكن الحمد لله مجلس الاداره ما تاخرش علينا ووفر لنا كل الامكانيات لتطوير الصاله، والحمد لله النهارده يعني تكليل للجهود اللي مجلس الاداره يعني عملها مع الصاله انه طور كل شيء في الصاله من اول وجديد، واصبحت حاليا دلوقتي صاله تليق باسم النادي الاهلي، وان ان شاء الله تكون لها مردود كويس على ابناء النادي الاهلي ان هم يقدروا بقى يتمرنوا في مكان يليق باسم النادي الاهلي. وطبعا اتشرفنا النهارده بمجلس اداره انه جه افتتح الصاله، حاجه بالنسبه لنا يعني سعيده جدا ويوم فرح كبير جدا، وان شاء الله بقى نوعدهم ان احنا نشتغل بشكل يعني يليق باسم النادي والصاله، وباذن الله كمان في خطه لتطوير الاجهزه والادوات اللي جوه الصاله، عشان التدريب مبني على حاجتين، المكان الصاله والاجهزه والادوات، فانت لما يبقى عندك الحاجتين يبقى كده خلاص تمام بقى الناس تشتغل، ويبقى احنا في مكان يليق باولاد النادي ونقدر نعمل نتائج ان شاء الله تكون مميزه. واحنا حتى على الظروف القديمه الحمد لله نتائجنا كانت مميزه لحد كبير الحمد لله.